صغيرة كان عندها شهرين ونص، ف كان عندها شهرين ونص، فجات لها حمى شوكية. فلما جات لها حمى شوكية فقدت الوعي خالص، ما بقتش تتحرك ولا تتكلم، بس مفتح عينيها. لما جات لها الحمى الشوكية ديت سابت أثر بقرة في دماغها، فبعد كده سابت لها زي شلل نصفي. فضلت على هذا الحال لغاية ما كملت 4 سنين، كانت كويسة ما فيش أي مشكلة. جه بعد كده جات لها فقد وعي، وهي برضو مفتح عينيها مش بتتحرك. فروحنا ودينا له الدكتور، قال لها ده جات لها كهرباء مفاجأة. راحوا شايلين نص الفص الأمامي كله، وقالوا ايه، هنستنى 6 شهور، بعد ال6 شهور لو ما جابتش نتيجة هنعمل عملية تاني. بعديها بسنتين رحت عاملة فصل بين الفص ده والفص ده، وقال لك هتمشي على علاج طول الحياة، بس هتسيب أثر، هتسيب جلطة في الإيد والرجل. ولغاية وقتنا هذا، وفي نفس الوقت البنت من كتر نقل الدم مع دخولها المستشفيات مدة طويلة جات لها فيروس سي. فحاليا دلوقتي مركب لها شرايح ومسامير في رجليها، الرجلين دي والرجلين دي ما كانتش بتمشي، كانت بتزحف على الارض، وكرسي بحيث ان هي ابتدت تنقل ان هي تمشي كده على الحيطان، بس ان هي تمشي لوحديها زي اي طفله ما ينفعش. بالنسبه لرنا بتعتمد عليا في كل حاجه، في الحمام، في الاكل، في ان انا ناولها اي حاجه، البسها، اسرح لها شعرها، فكل حاجه بالنسبه لها انا اللي بعملها لها. وهي رنا اصلا ما دخلتش المدارس عشان قالوا لي الاعاقه بتاعتها لازم تكون بتخش الحمام لوحديها، فبالنسبه لها ما فيش يعني تامين صحي او اي حاجه تساعدني ان انا اخد لها العلاج بتاعها، فعشان هي كده ما دخلتش اي مدرسه خالص على مستوى مصر. كل طلبات الرنا ان توفير العلاج الدايم لرنا من وزاره الصحه، وفي نفس الوقت تعمل علاج طبيعي ان هي فيما بعد، يعني انا مش عايشه لها العمر كله، فيما بعد تقدر تتحرك لوحدها.